النهارده اول درس في ثانيه اعدادي باذن الله هو الاعراب والبناء. طيب اول حاجه قبل ما نبدا الدرس عايزين نعرف يعني ايه اعراب ويعني بناء، بس قبل ما نبدا نشتغل عايزين نتفق على حاجه. اوعي تخليني اكمل وانت مش فاهمه، قولي لي لا يعني وقفي انا مش فاهمه، اتفقنا يا حبيبه؟ تمام يا مس. تمام يلا بسم الله. لما اقول كلمه ما زي مثلا نجح المجتهد، هنا المجتهد بتتعرف فاعل عليها ضمة، صح كده ولا لأ؟ ايوه طيب لو جيت في جملة تانية احترمت المجتهدة، هنا المجتهد ده مفعول به فعليه فتحة، صح ولا لأ؟ صح. طيب لو قلت أعجبت بالمجتهدي، هنا المجتهدي اسم مجرور عشان قبله الباء حرف جر، يبقى هنطق الدال عليها كسرة، الكلام ده مظبوط ولا لأ؟ مظبوط. طيب معنى كده ان نطق الدال اتغير حسب مكانه، صح ده؟ طيب انا هتعبك لازم تردي عليا بكل الكلمات، واللي هيدخل لازم يرد. طيب عشان اتاكد ان كل حاجه واضحه وعشان اوقات النت بيعلق فاتاكد ان انت ما وقعتيش مني في اي جزء. طيب يبقى انا عندي اللي يعني ايه اعراب، يعني ايه الكلمه دي معربه مش مبنيه، يعني نطق اخر حرف بيتغير حسب مكانها. طب تعالي نشوف البناء ده. لما اقول مثلا نجح هذا الطالب، هذا هنا فاعل بس في نفس الوقت راح انطقها هذا، ينفع انطقها هذا تمام. لو جيت كلمة زي احترمت هذا الطالب، هذا هنا مفعول به بس في نفس الوقت هينطق هذا مش هينطق حاجة تانية. أعجبت بهذا الطالب، ما ينفعش أقول بهذا، صح كده؟ ينفع أحط عليها كسرة؟ لا طيب يبقى الأسماء المبنية أو الكلمات المبنية هي كلمات نطقها ما بيتغيرش مهما تغير مكانها في الجملة. إيه الجزء ده فيه أي حاجة رخمة؟ لا نيجي بعد كده. يبقى انا اول حاجه يجي يقول لي استخرج اسم معرب او استخرج اسم مبني او فعل معرب او فعل مبني وهكذا، ايا كان بقى الكلمات، وهنشوف بالتفصيل الاسماء والحروف والافعال ساعتها هنشوف نمشي على القاعده. بس عشان نفهم القاعده، المعرب الاسماء المعربه او الكلمات المعربه هي كلمات بيتغير نطق اخر حرف فيها حسب موقعها، اما الكلمات المبنيه هي نطقها ثابت ونطق اخر حرف ثابت مهما اتغير موقع. فنبدا الاول حاجه بالاسماء لان كلامنا اسماء وافعال وحروف، صح كده؟ الاسماء كلها معربه ما عدا حبه صغيرين مبنيين، ايه رايك؟ المنطق احفظ الاسماء المعربه ولا الاسماء المبنيه؟ هحفظ مبنية. لان المبني قليل، فانا اي حاجه اشوفها من اللي انا هحفظهم دول يبقى مبنيين، اي حاجه غيرهم تبقى معرب. طب ايه هي الاسماء المبنيه؟ هناخدهم كده. يعني مثلا الاسماء المبنيه اول حاجه الاسماء كلها معربه ما عدا الضمائر، الضمائر كلها مبنيه. طب ايه كمان ويعني ايه ضمائر؟ هنعرف حالا. عندي بعد كده اسماء الاشاره، وعندي بعد كده الأسماء الموصولة زي الذي والتي واللذان واللتان، عندي بعد كده أسماء الاستفهام زي هل مثلا، زي متى، زي أين، أسماء الشرط. إيه أسماء الشرط دي؟ أقول لك حالا. وبعض الظروف، يعني في كم ظرف؟ أربع ظروف هنحفظهم بس. طيب وفي حاجة اسمها بعض الأعداد، بس دي مش عليكي، دي هتاخديها الترم الثاني، إن في أعداد مبنية فإحنا مش هنعتبر الأعداد دي معانا. تمام كده؟ يبقى أنا عندي ستة. وعايزة أقول لك حاجة، إن ده الترتيب اللي يجي في القطعة، يعني إيه؟ لو قال لك طلعي اسم مبني، أول حاجة تدوري عليها الضمائر. تمام؟ ما لقيتيش الضمائر، دوري على أسماء الإشارة. ما لقيتيش أسماء الإشارة، دوري على الأسماء الموصولة، وهكذا بنفس الترتيب ده. لغاية هنا في مشكلة؟ لا
يبقى الاسماء كلها. طب قال لي استخرج اسم معرب، يعني هتطلعي اي اسم ما عدا السته اللي قدامي دول. حبيبه كده عندها مشكله في النقطه دي؟ لا. عندي الضمائر، انا عايزه اقول حاجه، الضمائر دي مهمه، وبس الضمائر بضطر نقعد نعيده لغايه كل سنه لغايه ثالثه ثانوي. فانا لو حفظته السنه دي كويس جدا هريح نفسي جدا طول الوقت. طيب نبدا الضمائر بتاعتي. اول حاجه هنتكلم عنها في الاسماء المبنيه هي الضمائر. انا هتلاقي الكتاب عامل لي ايه، بيقول لي ان الضمائر زي ضمائر منفصله وضمائر متصله وهكذا. احنا هنحفظ بطريقه مختلفه عن طريقه الكتاب، الطريقه دي هتخليني احل صح على طول. يعني ايه؟ انا مش هقول لك الضمائر المنفصله والمتصله والكلام ده كله، انا هعكس، هقول لك الاول الضمائر اللي لو شفتيها تبقى مرفوعه واعربها ليه مرفوع. يعني انت اول ما تشوف الضمير ده هيبقى ضمير مبني في محل رافع، هنحفظ دي. تمام كده؟ تعالوا نبدا ونشوف الكلام. اول حاجه الضمائر اللي في محل رفع. جاهزه معايا يا حبيبي اكمل؟ ايوه بس. يعني انا هنكتب كم ضمير، الضمائر دي لو شفتيها وانت مغمضه ضمير مبني في محل رفع على ضمانتي. خلاص كده؟ طيب اول حاجه الضمائر المنفصله يعني ايه؟ هي الضمائر اللي واقفه لوحدها. زي ايه كده؟ خمني يا حبيبه ايه الضمائر المنفصله؟ زي ضمائر الغائب مثلا. زي ايه؟ قولي لي مثال. هو، هو، هي، تمام، هم، انا، انت، انتم، هو، انتم. نحن، تمام. اي ضمير. طب انا ينسى، اتلخبطت في الحفظ، او اوقات كده الواحد وهو متوتر بينسى اللي هو حافظه. الضمائر المنفصله اللي واقفه لوحدها مش شابك فيها اي حاجه ما عدا الفاء. الفاء الحاجه الوحيده اللي ممكن تمشي تشبك فيها. اقول ايه؟ فانت، يفضل منفصل زي ما هو. تمام كده معايا؟ تمام. فدول اول ما تشوفيه اي ضمير منفصل على ضمانتي ضمير مبني في محل رفع مبتدا. صعبه دي ولا سهله؟ سهل. سهله. لها اعراب تاني؟ اه، بس لما اكبر بعدين خالص خالص خالص، وفي ثالثه ثانوي اخر حاجه في ثالثه ثانوي كمان. خلاص؟ يبقى انا لغايه ما اوصل لكده يبقى اي ضمير اشوفه واقف لوحده يبقى ضمير مبني في محل رفع مبتدا. صعبه دي؟ نشوف اللي وراها. ايه تاني ضمير في محل رفع؟ لو لقيتي اي فعل متصل بيه اي ضمير ما عدا كاف وهاء وني، زي مثلا كلمه قالوا، شايفاها؟ ايوه. تمام. قالوا دي فعل ولا اسم؟ فعل. فعل. متصل بيها ضمير ولا لا؟ متصل بيها ضمير. طب الضمير ده كاف او هاء او ني؟ لا. يبقى معايا اطلعه لو طلب مني في الامتحان ضمير في محل رفع. طب يبقى في محل رفع ايه؟ ضمير مبني في محل رفع فاعل. لغايه هنا في مشكله؟ لا. طب جميل. ايه تاني؟ طب هسالك سؤال، هو مش كان اخواتها اسمها بيبقى مرفوع؟ اه. طيب، طب مش لو كان اخواتها ده اتصل بيها ضمير، مش الضمير ده هيبقى اسمها؟ ايوه هيبقى اسمها. يبقى مرفوع، يبقى ضمير في محل رفع ولا لا؟ طيب وده بيحصل ايه؟ كتير في امتحانات يقول لي استخدم في ضمير في محل رفع، كلنا بندور على رقم واحد ورقم اثنين، ونيجي ندور ورقم ثلاثه دي ما تجيش في بالنا خالص، لان حتى مش موجوده في الكتاب كمان. مش كل الكتب كاتباها يعني. على اساس بيعتبر ان انا ايه؟ المفروض كبيره فبعرب الضمير فبيبقى هو ضمير في محل رفع. تمام كده؟ طيب زي ايه مثلا؟ كنتم، كنتم عظماء مثلا. ادي كان اخواتها، مش التوم دي اللي هو الضمير المتصل هيبقى اسمها؟ اه. هيبقى ضمير مبني في محل رفع اسم كان. اسم كان. الكلام ده يمشي على كان وعلى كل اخواتها. يبقى انا الضمير في محل رفع عندي كام حاجه؟ ضمائر منفصله، واي فعل بضمير متصل به ضمير ما عدا الكاف والهاء والمي. جميل. وكان واخواتها بلس الضمير مع الضمير. طب جاوبيني، طب اي ضمائر المنفصله هتبقى في محل رفع ايه يا حبيبتي؟ محل رفع المبتدا. مبتدا. شاطره ممتازه. طب لو فعل اتصل بيه ضمير ما عدا كاف وهاء وني يبقى في محل ايه الضمير ده؟ محل رفع فاعل. جميل جدا. طيب لو كان اخواتها واتصل بيها ضمير يبقى الضمير ده في محل رفع ايه؟ اسم كان. اسم كان. ممتاز جدا جدا جدا.
دكتورة بسم الله ما شاء الله. طيب نشوف كده الضمائر اللي في محل نصب. الضمائر اللي في محل نصب الناس، انا عندي دلوقتي محمود ومازن، هنكمل. احنا بنقول احنا بنتكلم عن الضمائر، الضمائر دي اسماء مبنيه. طب انا لما بيطلب مني اعربها في الامتحان، احنا هتبدا معايا في الضمير في محل نصب، واللي فات يعني هنشوفه مع بعضين. الضمير في محل نصب ده لما تشوفه هيبقى ضمير مبني، يعني احنا حاجه من اللي هنحفظها دول تبقى ضمير مبني في محل نصب. تمام كده؟ طب تعالى نشوف. طب حبيبه كانت معايا، اللي انا حفظتهم في محل رفع دول اكبر حاجه واصعب حاجه، هناخدهم نعكسهم يديني ضمير في محل نصب. يعني ايه؟ احنا كان عندي الاول الضمير المنفصل صح؟ في محل رفع صح يا حبيبه؟ ايوه تمام. ده مش هعكسه. طب بصي معايا، مش احنا لو فعل اتصل بيه ضمير ما عدا الكاف والهاء والنيه يبقى في محل رفع فاعل؟ ايوه. طب لو اتصل بيه كاف وهاء ونيه بقى يبقى في محل نصب مفعول به. يبقى انا اي فعل زائد كاف او هاء او نيه، زي مثلا ضربك. تمام كده؟ يبقى لو شو اي فعل زائد كاف او هاء او ني، الضمير اللي هو كاف او هاء او ني ده ضمير مبني في محل نصب ايه؟ مفعول به. طيب يجي يسالني ازاي في الامتحان؟ ممكن يجي يقول لي طلع اسم مبني. طب مش ده ضمير مبني؟ يبقى اسم مبني. يبقى انا ممكن اقول لك الكاف اللي في كلمه ضربك واخد ضربتي. طب قال لي باين نوعه، نوعه ضمير. على فكره يبين نوعه هو ضمير، المشكله في دي؟ لا. تمام. والباقي اللي دخل يحاول كده يبقى معايا. طيب يجي يقول لي اعرب، فالكاف دي هتبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول به. عندي ان اخواتها، مش ان لو اسمها منصوب. ايوه منصوب. تمام. واسمها، طب لو اتصل بيها ضمير مش هيبقى هو اسمها؟ يبقى اسمها. تمام. يبقى هو الضمير ده هيبقى في محل نصب. يبقى إن أخواتها أو اتصل بها ضمير هيبقى ضمير مبني في محل نصب، زي مثلا إنكم أو لستم. إنكم مثلا الميم أو الكاف دي ضمير مبني في محل نصب اسم إن، لستم الضمير المتصل ضمير مبني في محل نصب اسم إن. يبقى الضمير في محل نصب عندي كام حاجة يا محمود؟ سلام يا مس. أيوه بص يا مس، هو انا لسه داخل كده، فكنت عايز هحاول معاك افهمه. اقول لك حاجه، ايه رايك يا محمود؟ بص معايا على البورد وحاول تجاوبني، ايه رايك؟ ماشي. طيب ومحمود ومازن كده فوقوا معايا وهنجاوب ان شاء الله. انا عندي لو فعل اتصل بكاف او هاء وني، الكاف زي مثلا ضربك او ضربه او ضربني، الكاف او أي. الهاء او الني تبقى في محل مفعول به. صعبه دي يا محمود؟ لا سهل. طيب وان اخواتها لو اتصل بها ضمير، الضمير ده في محل نصب اسم ان. يبقى انا كده معايا يا باشمهندس كام ضمير في محل نصب؟ الضمير اللي هو الكاف والهاء والنون، لو بس مش شرط تكونوا متصلين بايه؟ اللي هو الكاف والنون، لازم تكون متصله بفعل، لازم تكون لازقه في ايه؟ اللي هي الفعل فيها فعل زي ضربك، شايف ضربك دي؟ طيب يعني كيف لو الهاء والني لو متصله باسم؟ لا مش معايا، انا بتكلم على الافعال. تمام. تبقى الكاف او الهاء والني زي كلمه ضربك، الكاف دي هتبقى في محل نصب مفعول به. لا سهل. طيب وان اخواتها، الضمير اللي متصل بها هيبقى في محل نصب اسم. صعب ده؟ لا سهله. طيب يبقى ندخل دلوقتي الضمير في محل نصب، ومازن يستعد عشان هو اللي هيجاوب. ماشي؟ طيب انا اجاوب. محمود انت جاوبت؟ ايه؟ إذا هو هيجاوب اللي جاي بقى اللي بعده. ماشي. ماشي؟ يلا يا مازن، ولو المايك مقفول افتح. طيب هنتكلم عن الضمير في محل جر. الضمير في محل جر عندي اي اسم يتصل بضمير هيبقى الضمير ده مضاف اليه. حتى كانوا زمان لما بناخد المضاف اليه يقول لنا اي اسم متصل بضمير الضمير ده في محل مضاف اليه، صح كده؟ مين مش فاهم الحته دي؟ لا سهل. سهل.
زي مثلا زي كلمة كتابك، زي كلمة قلم، قلمنا. طيب هو مش هو عايز ايه يعني هو الاسم لو اتصل بيه ضمير يبقى مضاف اليه، يعني الضمير هيبقى مش الاسم، الاسم. مش الاسم ايوه الضمير. الضمير هو اللي مضاف اليه مش الاسم. احنا الدرس بتاعنا بيتكلم على الضمائر بس اصلا، ماشي؟ تمام. طيب مش ثانية كده، هو مش حرف الجر بيجي وراء اسم مجرور؟ طيب طب افرض حرف الجر لزق في ضمير، مش الضمير ده هو اللي هيبقى اسم مجرور؟ ايوه زي لما اقول اليكم في محل جر، في محل في جر محل اسم مجرور. الله اسم ينور عليك. جر. طيب مازن هيشرح لي الضمير اللي في محل جر. يلا حبيبي اشرح لي الضمير في محل جر. عايز تبص على البورد بص براحتك، احنا لسه ايه اول حصه بتنتهي. الضمير في محل الجر، ضمير مضاف الاسم زائد الضمير اللي هو الضمير ده المضاف هيبقى في محل إليه. ايه؟ نعم، الضمير اللي لازم في الاسم هيبقى في محل جر ايه بقى؟ ايوه في محل الجر مضاف إليه. جميل جدا. وايه تاني؟ وايه تاني؟ قدامك على البورد اهي. وحرف الجر زائد ضمير ايه؟ متصل به ضمير ده الضمير ده في محل ايه؟ في محل جر، جر ايه؟ جر مضاف ليه؟ لا في محل جر اسم مجرور. طيب محل جر اسم مجرور. طب نراجع بسرعه الجزء اللي احنا خدناه ده كده سريعا سريعا. اراجع كله من الاول بس بسرعه. احنا قلنا ان الكلمات كلها معربه ما عدا كم كلمه مبنيه. هو يجي يقول لي استخرج اسم معرب او اسم مبني. احنا بنتكلم على الاسماء الاول. الاسماء كلها معربه ما عدا كم اسم مبني، ايه هم؟ اول حاجه لو قال لي استخرج اسم مبني دور على الضمائر. اي ضمير؟ ايوه هو بيقول لي ايه الضمير ده اسم مبني، وقال لك باين نوع، نوع ضمير. طب اسم اي اشاره، ضمير مخاطب او غائب او اي حاجه. اي ضمير. اسم تمام. اشاره يبقى مبني، اسم موصول مبني. وانا كده كده هنتكلم عن حاجه حاجه فيهم ما تقلقوش. ما الموصول اللي هي الذي والتي والكلام ده. ايوه الله ينور عليك، ممتاز. واحنا كده كده هنمسك نقطه نقطه نتكلم فيها. اسماء الاستفهام، اسماء الشرط. ايه اسماء الشرط دي؟ هفهمها لك. وكم ظرف هنحفظهم كده. طيب يبقى لو قال لي استخرج اسم مبني هطلع حاجه من السته اللي قدامي دول. طيب لو قال لي استخرج اسم معرب هطلع اي اسم ما عدا الكلمات دول. يعني مثلا هقول لكم مثلا كلمه احمد، هل كلمه احمد ضمير؟ اسم مش ضمير او اسم ولا اي حاجه اشاره من ولا الحاجات اي دي؟ حاجه، تبقى هي معرب ولا مبني؟ معرب. معرب. الله ينور عليك، وهكذا. طيب اتكلمنا عن اول حاجه الضمائر. قلنا الضمائر هنقسمها مش منفصل ومتصل والكلام ده كله، ولا غائب، لان احنا شطار واكيد عارفينهم. انا اكيد عارف ان أكيد. هو ده غائب وانت مخاطب الكلام ده كله. لا انا هقسمها التقسيمه اللي بيسالني عليها في الامتحان. بيجي يقول لي في الامتحان طلع ضمير واعربه، او طلع اسم مبني واعربه. خلاص انا هحفظك اعرابه. اول ما اشوف ضمير منفصل واقف لوحده زي انت، هو، انا، نحن، ده مثلا يعني، او كل اخواتها، متصل انت وكل اخواتها، هو وكل اخواتها، وهكذا. يبقى من غير ما مش تفكر ضمير مبني حد رفع مبتدا. حد بيسالني سؤال؟ لا لا ممتاز جدا. عندي بعد كده اي فعل لازق فيه اي ضمير ما عدا الكاف والهاء والنين، زي مثلا قالوا. مش قالوا دي فعل لازق فيها ضمير، والضمير ده مش كاف ولا هاء ولا ني. من غير ما افكر ضمير مبني في محل رفع فاعل. طيب عندي كان اخر لو اتصل بها ضمير يبقى ضمير مبني في محل اسم كان. طب وبعد كده خدنا الضمير في محل نصب، وخدنا بعد كده الضمير في محل جر. طيب اعيد كده بدور ولا نكمل؟ قولوا لي يا ميس كملي او عيدي. نكمل. نكمل. على فكره كل واحد هياخد ضمير حالا ويعربه لوحده. طيب يجي اخر حاجه الضمير المستتر، يقول لي طلع ضمير مستتر، ودي قليله جدا بس برضه عشان نبقى ضامنين كل حاجه باذن الله. ايه الحتت اللي دور فيها؟
هدور على فاعل يكون الفاعل بتاعه مستتر، او كان اخاك يكون اسمها مستتر. طب ينفع حاجه ثانيه؟ لا، هما الاثنين دول بس اللي يجي وراهم ضمير مستتر. تمام كده؟ دي كده كل الضمائر، وادي ده جدول في كل الضمائر. لو حد عايز ياخده سكرين شوت قول لي استنى ياخده سكرين شوت. ده الضمير اللي في محل رفع والضمير في محل جر وكل حاجه. هو احسن حاجه ناخدها سكرين شوت دلوقتي. ايوه انا هاخدها. حد ما خدهاش؟ انا كنت عايز اخد بس الحاجات الثانيه كده سكرين شوت. انهي اللي هي الاسماء المعربه؟ ايوه الصفحات اللي ورا دي. بص بص يا حبيبي، الصفحه دي فيها كل اللي فات. ماشي. بص بص معايا، فيها الضمير اللي في محل رفع وفي اول جدول، والضمير في محل مجرور، والضمير في محل جر. الحاجه الوحيده اللي مش فيها هبقى اجيبها لك اي حالا تاخدها، اللي هي هي دي اللي مش موجوده، فدي خدها. ماشي خدتها. ثواني في ناس معانا. يبقى احنا كده يلا حالا هنطبق على الكلام ده. حد عنده سؤال؟ جاهزين ولا ايه؟ جاهزين. جاهزين. يلا بسم الله هنطبق على الكلام ده. طيب يلا مين يقرا معايا الجمله الجميله دي؟ ماشي أقراها. ماشي يلا. أخبرني المعلم أنني أبليت بلاء حسنا ففرحت بذلك، وكنت قد اجتهدت في مذاكرتي وأمي دعت لي كثيرا. ما شاء الله عليك دكتور، ما شاء الله. يلا امسك لي أول ضمير، أول كلمة عندي فيها ضمير فين يا دكتور؟ اللي هو أخبرني. أخبرني. إيه رأيك بقى؟ دي في محل رفع ولا نصب ولا جر وليه؟ فكر براحتك خالص وجاوب. احنا قلنا اللي هي اي فعل متصل بيه اي حاجه ما عدا الاسمي والكاف والهاء. بس اللي دي كاف وهاء وني ولا حاجه غيرهم؟ لا يا ني. ني تبقى في محل ايه؟ لا ني تبقى لحظه. عايز تبص على الورقه؟ احنا لسه ما حفظناش. بص براحتك على فكره يا جماعه، اللي عايز يفتح بصوا، ما دام احنا لسه جوه الحصه نفتح. طب حس الحصه اللي جايه لا الناس تبقى حافظه كل حاجه. اتفقنا يا جماعه؟ ماشي. لحظه بص دي براحتك، والباقي برضو يفكر، كل واحد هياخد كلمه. اللي هو هيبقى الضمير مبني في محل رفع فاعل. طب ثانية، هي ني ولا حاجة تانية بعد كفا وني؟ لا مش هتبقى كده، هي في محل نصب مفعول به. الله ينور عليك، ضمير مبني في محل نصب مفعول به. يلا أنا عندي دلوقتي مين هياخد الكلمة اللي وراها حبيبة؟ يلا 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 حبيبة. أنني. أنني ها فيها ضمير. تمام، ودي هو ني. ها هو هيكون ضمير مبني في محل نصب مفعول به. انني خلي بالك هي متصله، ما احنا قلنا الفاعل ومفعول به لازم يكون متصل بفعل بس يا حبيبه. ايوه صح. يعني ايه؟ لو بصيتي هتلاقي، لو رجعتي للورقه هتلاقي زائد فاعل هنا وزائد فعل هنا، يعني زائد فعل هنا وزائد فعل هنا. طب ركزي كده، هنا دي ان اخرتها. طيب طب فكري كده، ها إن وأخواتها هتبقى ضمير مبني في محل نصب اسم إن. الله ينور عليك، ممتازة. يلا يا مازن حضرتك يا مش. يلا حبيبي، كلمة إيه اللي هتاخدها؟ كلمة أبليته. أخبرني المعلم أنني أبليته. أبليته أنا. حد خد اخبرني، الاستاذ محمود قال اخبرني، ودكتوره حبيبه قالت لي انني، يبقى انت تاخد قبليت. ايوه يبقى انا اللي وقع عليا الفعل. انت معاك يا مازن. انا اللي وقع عليا الفعل.
ماشي. يبقى المعلم هو الفاعل وانا المفعول به. لا كلمة، بص أقول لك حاجة، ركز معايا. إحنا خدنا دول خالص. إحنا كلمة أبلايت هي اللي عليك الدور فيها يا ميس. يعني أنت حتى لو بصيت هتلاقي إحنا جاوبناهم أخبار أنا إيه شايفها وكلمة إنني، صح؟ هي البورد ظاهرة ولا لأ يا جماعة؟ نعم ظاهرة. تمام. يبقى ماجد أنت اللي عليك الدور كلمة أبلايتو. أبلايتو يعني إيه فعلته؟ هو الشاء في البلايتو يعني تعتبر ضمير. حالا هقول لك، ما دام الت مش تاء تأنيث تبقى ضمير. طب لو تاء تأنيث لا مش ضمير. الت دي تاء فاعل ولا تاء تأنيث؟ هو عامل البلايتو بالظبط كده. يعني بعرفها ازاي؟ انا عندي اتنين ت، تاء فاعل وتاء تأنيث. تاء تأنيث بتقول ان عمل الحياة دي مؤنث، اي كلمة دعت وأمي دعت، تأتي تأنيث صح؟ آه. ماليش دعوة بيها. طب بص في كلمة أبليتو، هل دي تأنيث؟ بتعود على مؤنث؟ تأنيث. لا، سألت قال بعرفها إزاي؟ بتقول إن اللي بيتكلم هو اللي عمل الحاجة. أنا اللي أبليتو. طب دي بنطبق عليها قانون، مش دي فعل متصل بيها ضمير؟ صح يا مازن؟ صح. تمام. الضمير ده كاف وهاء ونيه ولا حاجه ثانيه؟ حاجه ثانيه. حاجه ثانيه. يبقى في محل ما دام فعل واتصل بضمير، يا في محل رفع فاعل يا في محل نصب مفعول به. ايه رايك؟ أبليت دي هتبقى في محل رفع فاعل ولا في محل نصب مفعول به؟ عايز تبص للورق بص براحتك. محل نصب مفعول به. لا، الكاف والهاء والني بس هما اللي مفعول بيها. مازن معايا كده؟ طب هنا دي كاف وهاء وني ولا حاجه ثانيه؟ ما دام حاجه ثانيه يبقى في محل رفع فعل. مش انت خدت سكرين شوت للورقه اللي فيها الجدول ولا ما خدتهاش يا مازن؟ خدت. تمام، بص عليها كده، شوف الكاف والهاء والني موجوده في النصب ولا الرفع، وشوف اي ضمير تاني في الرفع ولا النصب. طيب احنا كده قلنا ثلاث كلمات، مين مش فاهمهم؟ اكمل؟ كملنا. طيب هنطلع من القانون ده كله ضمير واحد بس، النا. يعني ايه؟ لو يعني ايه؟ احنا قلنا لو فعل اتصل بيه ضمير كاف وهاء وني يبقى مفعول به، صح؟ ايوه. لو فعل اتصل بضمير تاني ما عدا الكاف والهاء والني يبقى فاعل. اه. ما عدا النا. طب بصوا اسمعوني كده، لو قلنا اكرمنا الله، النا ده هنا فاعل ولا مفعول به؟ مفعول. يبقى نادي مفعول. طب لو قلنا اكرمنا الضيف، النا دي فاعل ولا مفعول به؟ فاعل. يبقى القانون ده يمشي على اي فعل متصل بيه اي ضمير ما عدا النا اللي هي عباره عن نون ووراها الف. اكمل ولا عيد؟ لا كمل. النا دي بس هضطر اقرا الجمله وافهمها كويس. ففرحت بذلك. يلا مين عليه الدور؟ ثواني كده، انا عندي، انا معايا محمود وحبيبه بس. يلا يا محمود خدي كلمه. ماشي. لحظة مش عارف. ماشي اهو. ففرحت دي هتبقى التاء، هي انا اللي فرحت، دي تاء الفاعل. تمام. فهتبقى ضمير مبني في محل فاعل رفع فاعل. اوعى تنسى كلمة رفع، ده هي عليها الضربة. ايوه. أيوة. في محل رفع. يلا حبيبة. مس. بذلك. بذلك. ذلك ده ضمير اسم إشارة متصل ب حرف جر. هتكون ضمير مبني في محل جر اسم مجرور. ممتازة ممتازة ممتازة، اللهم بارك. بس مش هقول ضمير مبني، هقول اسم إشارة في محل جر اسم مجرور. ممتازة، اللهم بارك. طيب خد محمود، أنت فهمت ذلك دي؟ اللي هي زميلتي؟
بذلك. قبلها احنا بناخد تدريب ضمائر، بس قبلها اسم اشاره، فقالت ناخده كمان بالمره. هي بمنتهى البساطه اسم الاشاره ده بيتعرب حسب مكانه، قبله حرف جر محل اسم مجرور بس كده. هيبقى زين دي في محل جر اسم مجرور بس. ماشي ماشي. مين ياخد كلمه كنتو؟ محمود ولا حبيبه؟ انا دوري. يلا يا محمود. كنت دي كنت انا، يبقى التاء دي هتبقى تاء فاعل. تمام صح. صح ممتاز. اللي هي ضمير مبني في محل رفع فاعل. طب بس ممكن تركز حته صغنونه كده يعني، هي انت مشيت صح بس جيت في الاخر غلطت غلط. هي دي مش كلام في محل رفع فاعل. لا ثانيه ثانيه يا حبيبي. مش دي كان اخاتها؟ بيجي وراها فاعل ولا يجي وراها اسمها وخبرها؟ اسمها وخبرها. يبقى كان اخاتها لو اتصل بيها ضمير هيبقى في محل ايه؟ في محل نصب. نصب؟ لا في محل رفع قصدي. ماشي. هتلاقي عندك في الجدول، شايف الضمير في محل رفع؟ هتلاقي رقم ثلاثة كان اخاتها. طيب ما هي على فكرة ممكن تبقى كان، ممكن تبقى كنتم، اي تصريف او اي شكل. طيب يبقى هي بتعربها ازاي بقى؟ ازاي؟ كنت التاء دي هتبقى ايه اعرابها بقى؟ كنت التاء دي هتبقى دي هي ضمير مبني في محل رفع اسم كان. بس كده جميل جدا. اجتهدت. يلا حبيبي. اجتهدت. هي ما فيهاش حاجة، هي فيها التاء دي تاء الفاعل. بالظبط كده. طيب ضمير يعني عايزة تبص اللي في الجدول. بص مش دي فعل اتصل بضمير؟ هسأل نفسي كيف هقوني ولا حاجة تانية؟ ماشي. أو هاء أو فيها هاء. تمام. لا 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 ثانية حبيبة. لا الهاء دي في الفعل نفسه. لا حبيبه انت سامعاني؟ سامعاك يا مس. بفكر. ماشي بفكر. عايزه تبصي في الورقه. بصي يا حبيبه مفيش مشكله، احنا لسه ما حفظناهوش بس النهارده لازم نذاكر. هتكون ضمير مبني في محل رفع فاعل. شاطره ممتازه. طيب يلا يا دكتور محمود. اجتهدت في مذاكرتي. شايف مذاكرتي؟ ايه مذاكرتي. ايوه مذاكرتي. هي اللي هتبقى في حرف جر. مذاكرتي اسم مجرور. تمام. متصل بيها ضمير. ايوه ضمير مبني في محل جر اسم مجرور. لا